معادنا مع واحد من ألمع نجوم النادي الأهلي ونجوم الكرة المصرية الحقيقة، لاعب متميز ومدرب قدير، مشرفنا طبعا يعني في البيت الكبير مش أول مرة يشرفنا، مدير الفني لبلدية المحلة اللي لسه جاي من المحلة على يعني على البيت الكبير عدل. ما هو البيت الكبير. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا سلامة. الله يخليك يا هاني. منورنا يا كابتن، دايما بنتشرف بوجود حضرتك معانا، قامة كبيرة جدا. الله يخليك. ومدرب قدير، نتمنى لك ان شاء الله التوفيق في المهمة ان شاء الله. المهمة الصعبة لكن انت قدها وقدودك. ربنا يكرم ان شاء الله. كابتن رمضان، ان شاء الله من خلال فقرتنا هنتكلم على الدوري المصري بصفة خاصة، وهنتكلم على رؤية الفنية للدوري المصري. يمكن بدايات الدوري المصري السنة دي مختلفة كتير جدا عن أكيد. بدايات كتيرة في السنين اللي فاتت. قبل ما نسمع مع حضرتك هنشوف تقرير. ومفيش مباراة سهلة في الدوري، مش معنى انه البنك الاهلي يعني حديث الصعود للدوري الممتاز يبقى المباراة اللي جاية امام الاهلي فنقدر نقول عليها سهلة ولا لا. اكيد مش سهلة كابتن رمضان. الحقيقة الموسم ده بادئ بالحقيقه اولا يعني حتى الانديه الصاعده يعني عاملين موازنات بتفوق انديه كبيره كمان في جوه المسابقه. نعم. يعني موازنه مثلا سيراميكا، موازنه بنك اهلي بتفوق مثلا انديه شعبيه، اسماعيلي، اتحاد، فرق كتيره الحقيقه. فعشان كده المسابقه قويه جدا، بادئه قويه جدا. ومفيش مثلا كان في الفرق الصاعده، ثلاث فرق الصاعده يا هاني كنت بتقول ايه؟ لا دي فرقه لسه صاعده ومش عارف ايه، لا ده في ندية قوية جدا الحقيقة. أول يوم. طبعا. وخلينا ناخد من يمكن المباراة اللي خلصت يمكن من ساعات قليلة، فوز فريق الجونة على الفريق الاتحاد السكندري 2-0، ووصول الجونة للمركز الثالث وبرصيد يمكن 7 مباريات بعامل 15 نقطة. ده كمان من المفاجآت، خلينا نتكلم عن مفاجآت الدوري طبعا خلال السبع الأسابيع، يكون بالزبط. الجونة اللي كان بيعاني السنة اللي فاتت من يمكن صراع الهبوط وصل طبعا للمرتبة الثالثة يعني. بالظبط. أعتقد إن الجونة الحقيقة عامل بداية رائعة ولا أروع الحقيقة. والنهارده بيلعب تيم كبير، وتيم طبعا يعني الحقيقة مدير فني بتاعه طبعا حسام حسن، ومدرب كبير ومدرب يعني ولاعيبه مميزه كمان مع هم الحاج محمد مصلح السنه دي مدعمين كمان مزبوط. الحقيقه بشكل قوي جدا. يعني لو قلنا مثلا ان ممكن تبقى الموازنه مش زي سيراميكا او زي البنك الاهلي في الماديات، لكن الحقيقه في الفنيات هم مدعمين لعيبه على مستوى عالي جدا لحقيقة. وسددوا المراكز اللي هم كانت ناقصه عندهم الحقيقه في خلال الموسم اللي فات. لكن للاسف الشديد نتيجه النهارده دي النتيجه تعتبر نتيجه سلبيه للاتحاد السكندري. وطبعا بنشيد طبعا برضا شحاته الحقيقه بالزبط. عامل بدايه قويه جدا 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 في المسابقه. لسه المباريات والدوري مفتوح، ولسه طبعا وكل التوقعات مفتوحه يعني طبعًا والسيناريوهات طبعا. قبل طب ما نكمل في الاهلي، طبعا حضرتك يعني مدير فني لبلديه المحله ممتاز بيه، طمنا على الفريق يا كابتن. يعني احنا الحمد لله الموسم دوت احنا عملنا تكوين على مستوى عالي جدا الحقيقه. جبنا مجموعه لعيبه يمكن في كل مركز فيه 2-3 لعيبه على مستوى عالي جدا الحمد لله. يمكن ناس احنا استنى مباراه ولو كسبناها نبقى الفرق ما بين حرس الحدود المتصدر واحنا بونت واحد كويس. ان شاء الله باذن الله. ويمكن الناس حتى مقيمه فرقتنا الحقيقه في الثلاث مجموعات بيتكلموا ان هم من افضل الفرق اللي في الثلاث مجموعات الحقيقه. فاحنا الحمد لله ماشيين بخطى ثابته وخطه كويسه جدا ان احنا نحقق اهدافنا الموسم ده ان شاء الله باذن الله في الصعود للدوري الممتاز ان شاء الله. انا عارف ان الممتاز بيه اصعب كمان من الدوري الممتاز ده. انا عارف المنافسات صعبه جدا والاجواء اصعب، وان الفرق اللي بتنافس بدات فرق كتيره كمان تخش والدعم بالزبط. بشكل كبير جدا بالزبط. فده بيصعب الماموريه، لكن كلنا ثقه في حضرتك يا رب ان شاء الله إن شاء يعني الله. اكيد ان شاء الله تصعد بغزل المحله. عايزين بالبلديه اسف عايزين الانديه دي تظهر يعني الله. البلديه وغزل المحله والاولمبي عشان كده طبعا عايزين نسال حضرتك عليه فكل ده. مين افضل مين اللاعب اللي لفت نظر كابتن رمضان السيد في الدوري السنه دي ومدير فني كمان الدوري الممتاز؟ الدوري عندنا يعني انا احنا الحقيقه عندنا لعيبه كتير ماشيه بشكل كويس قوي. وانا يمكن في لعيب انا واخده من النادي الاهلي اللعيب ده هشام شعبان. انا في رايي ان شاء الله باذن الله على نهايه الموسم هيبقى من المهاجمين الاقوياء في مصر، مش في الدوري الممتاز به او في دوري ممتاز، حاجه سوبر الحقيقه عندنا. في بقى
مجموعه من المواهب الحقيقه، اذا كان عمار بيلعب تحت المهاجم سرعه وسكورر الحقيقه، في مجموعه عندنا خط الدفاع حتى مميز جدا باحمد ربيع ومحمد سعيد، والحقيقه عندنا باك ليفت انا برضك في رايي ان هو في خلال الموسم يعني يمكن مبدئيا احنا لسه في الاسبوع السابع وفي انديه طلبته او فعلا طلبت فعلا. طلبت لعيبه من عندنا انديه من الدوري الممتاز انديه من الدوري الممتاز وانديه كبيره الحقيقه. فالحمد لله يمكن زي ما قلت احنا التكوين بتاعنا عاملين تكوين كويس قوي، وفي مجموعه الحقيقه مواهب على مستوى عالي جدا. كابتن خلينا نتكلم على جزئيه وانت طبعا كمدير فني نتناقش مع حضرتك فيها. طبعا موسيماني وعمليه التدوير اللي بيقوم بيها، ويمكن هو قال حاجة مهمة جدا أو استراتيجية يمكن تكون جديدة شوية على المدربين، يقول لك أنا دايما ممكن جدا ما أبدأش باللعيب الجاهز، وأنا عايز إن شاء الله في كأس العالم للأندية يكون عندي كل الفرقة كلها جاهزة بنسبة 100%. مشاركة مثلا على سبيل المثال مشاركة محمد هاني المباراة اللي فاتت وعدم إشراك أحمد بيكم، هو قال إن أحمد بيكم خلاص جاهز 100%، فأنا خلاص ضمنت أحمد بيكم عندي موجود، فهو بيحاول كمان يجهز محمد هاني بعد غيابه. شايف الاستراتيجيه دي ازاي من وجهه نظر حضرتك ان كمدير فني بيحاول بقدر الامكان ان كل التيم مش ال11 او ال16 لا كل التيم يكون جاهز بنسبه 100%، وصعوبتها ايه يا كابتن؟ يعني هي يمكن بعد فتره يا هاني، ويمكن فتره مش كبيره، يعني ممكن انا اقدر اقول لك خلال اسبوعين ثلاثه بالكثير اعتقد ان مستر موسيماني هيثبت هيثبت طبعا، لان هو طبعا عاوز يثبت الفرقه اللي هي المفروض هيشتغل بيها في كاس العالم للانديه اعتقد. لكن هو دلوقتي ادى لكل الناس كل اللعيبه اللي عنده درب، حتى اللعيبه اللي جايه من اصابات، حتى اللعيبه البعيده يعني مثلا سعد مثلا بعيد وفي اصابه وطويله جدا بيديله رامي ربيعه بيديله، هو بيحاول يدخل كل لعيب، حتى يمكن هو مثلا ايه ادى لبيكهام اطمن عليه، وهو يمكن المباريات اللي محتاجه ان انت مثلا تبقى قافل الجيم شويه بيكهام ليه دور، والمباريات طبعا اللي انت محتاج ان انت عاوز النواحي الهجوميه تبقى اعلى طبعا في محمد هاني، وفي كمان اكرم الحقيقه عمل ماتش امبارح انا في رايي من نجوم المباراه اكرم، رغم ان هو مش مركزه الحقيقه صحيح. يعني انا اول مره اشوف اكرم بيلعب في ناحيه الباك رايت، لكن عمل اسيست الجولين وعامل جيم كبير جدا الحقيقه صحيح. فهو الراجل ادى لكل الناس، يعني يمكن المركز الوحيد اللي هو مش قادر يعمل فيه تدوير مركز الباك ليفت، مركز علي معلول على اساس ان وحيد الحقيقه مصاب، محمود وحيد مصاب، ده المركز الوحيد، لكن كل المراكز بعد كده في الملعب الحقيقه عمل فيها تدوير بشكل كويس. فانا بقول لحضرتك النقطه دي ليه؟ علشان كان الناس فاكره ان هو يمكن في فترات صغيره ممكن يدخل مثلا محمد شريف طبعا لعيب مميز طبعًا جدا طبعًا. وهو تمسك ان يدي بواليا علشان عشان يجهزه بشكل اكبر عشان بالزبط. يخش في عمليه التجانس اكبر بالزبط. وبالتالي ممكن خلاص اطمنت على محمد شريف، فانا حدي كمان فرص اكتر لبواليا علشان يخش فورما يبقى بالزبط. عنده اتنين تلاته جاهزين في نفس المركز. يعني انا يمكن يعني الحقيقه انا عاوز اعلق على موضوع محمد شريف، لان احنا دايما في كل موسم بتلاقي ناس عماله تتخبط وعماله توقع في الفرقه علق لنا كابتن رمضان على خط الهجوم كله انا بس شريف وكهربا وقفشه وبولي الاول يا سهام الحقيقه انا عاوز اعلق بس على موضوع محمد شريف، لان في ناس ابتدت ايه تقول لك ده محمد شريف كان بادئ بدايه قويه جدا واحرز ثلاث اهداف وكان ماشي كويس قوي وبعدين قعد. هو الراجل زي ما قلنا ان هو عاوز يدخل كل الناس فورمه، لان وهيجي في الاخر محمد شريف خلاص هو قيمه، يعني مقيم محمد شريف ومقيمه حتى قبل ما يجي، لان اختياره ان هو يجيبه من الاعاره اعتقد ده تقييم بناء على تقييم بناء على تقييم وهو كمان لما اداله اثبت وجوده، فالناس بقى ما تقعدش تخبط وتقعد تتكلم عشان تهد محمد شريف نجم دلوقتي، نجم في خط هجوم النادي الاهلي. بواليا هو جاي جديد على الفرقه فعاوز يخليه يعمل تجانس مع الفرقه واللعيبه تحفظه وهو يحفظ اللعيبه، عشان كمان يعني مهم جدا ان لعيبه وسط الملعب تحفظ تحرك صحيح. المهاجم بتاعهم بيتحرك ازاي وهو يعمل مسانده معاهم ازاي، يعني هو مثلا الجول اللي جابه علي معلول امبارح، يعني هو نزل
تحت في بره ال 18 وعمل واحده من فوق المدافعين باقتدار. رائعه طبعا. يعني عملها بثقه كبيره جدا وباقتدار فعلا نحطها في المساحه الضيقه دي من فوق المدافعين. ولحسين الشحات كان ممكن هو يسجل لغايه ما طولت راحت لعلي معلول اللي هو يعني بيعتبره يعني نجم سوبر 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 يعني حقيقه علي معلول. بنتكلم على كهربا، كهربا ابتدى يخش بشكل كويس، وكهربا الحقيقه كل ما بتشوفيها سهام وكل ما بتشوفه هاني بيشتغل بجديه ومركز، لعيب اضافه يعني قويه جدا جدا للنادي الاهلي ومنتخب مصر. يمكن الفترات اللي هي بس بيفقد التركيز شويه زي الماتش اللي فات مثلا، في ثلاث اربع فرص سهله جدا. يعني لا انا لازم كهربا على طول انا مركز. بنتكلم على محمد شريف، طبعا اثبت وجوده بشكل كويس قوي. يمكن احمد ياسر طبعا اخد فرصه، وهو هو عاوز يلعب اولمبياد، فبالتالي هو عاوز يشارك بصفه اساسيه. فلما يتنقل لسيراميكا كليوباترا اعتقد دي فايده للنادي الاهلي، واحنا يمكن جربناها قبل كده في خلال الموسم اللي فات. كل اللعيبه اللي عرضناهم رجعوا بمستوى عاملين احتكاك قوي واخدين عدد مباريات هاني بشكل قوي جدا، بدل ما كان بيقعد مثلا في النادي ويقعد مثلا الموسم كله يلعب خمس مباريات ثلاث مباريات مباراتين، لا ده بياخد احتكاك قوي جدا. صحيح. عايز اتكلم مع حضرتك كمان، جبنا سيره طبعا خط الهجوم. انا في رايي كمان ان وليد سليمان كل يوم بيثبت انه نجم كبير. لا. وليد سليمان يعني مش هنقول عليه جوكر، بيلعب جناح يمين وبيلعب 10 لكن وبيجيب جوال، لكن بنتكلم كمان على ان وليد سليمان كل يوم بيثبت انه هو يعتبر يعني دخل خلاص من اساطير النادي الاهلي. طبعاً بادائه باخلاصه بامكانياته كل دوت وليد سليمان بيشخص. وليد انا اقول لك حاجه هاني، اتفضل. وليد بقى خارج التقييم، يعني ما حدش يقيمه الحقيقه. وليد لعيب نجم نجوم وسوبر، ولو بنتكلم مثلا على اللعيبه العمالقه اللي جم في تاريخ النادي الاهلي مثلا مهاجمين او لعيبه وسط الملعب المهاجمين، هو يتحط في وسطيهم، يعني هيتصنف بقى زي ابو تريكه وزي اللعيبه الكبار قوي اللي جم في وسط ملعب النادي الاهلي. وليد وبعدين يعني كلما تلاقي لعيب كوره او نجم عنده كل الصفات ديت، الراجل فنيا عالي جدا جدا جدا، اخلاقيا حاجه ما شفتهاش انا قبل كده، سلوكيا يعني كفايه ان انت بتلعبه في مباراه دقيقتين بينزل يجيب لك جول مباراه سيراميكا دقيقتين، يعني ولا نازل مبوز ولا نازل زعلان، وحتى بعد ما جاب الجول الفرحه اللي هي الطبيعيه، مش الفرحه مثلا ان انا هوت وانا مش عارف ايه وبتاع وانتم قاعديني ولا الكلام ده خالص. نجم نجم بالرغم نجم من انه اكبر اللعيبه سنا. نجم 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 طبعا. فدي كمان انا اخد كلام حضرتك، كل الشكل الفني ده طبعا وليد هاي، لكن كمان الرساله اللي بيوجهها للولاد الصغيرين اللي طالعين طبعا مهمه جدا، ان انا وليد سليمان صاحب التاريخ الكبير، ان انا بقعد على الدكه المدرب يقول لي انزل لخمس دقايق بموت نفسي وبنزل اعمل اللي عليا مفيش. فدي كمان رسائل بيوجهها وليد سليمان للاجيال اللي جايه. نموذج للاعيب الكره المحترم، وفعلا يعني ده بيدي الحقيقه خبراته واخلاقياته كلها للنشئ. صحيح. اللي حتى لو اتكلمت مش هتكلم بس عن النشئ بتاع النادي الاهلي، انا النهارده لما بكون في النشئ في نادي الناشئ في النادي الاهلي واشوف وليد اللي هو نجم النجوم وبياخد خمس دقايق بيأدي ومبسوط وفرحان ومبتسم وبيجيب جول وبيجيب المباراه اللي فاتت جايب جولين، حاجه ما شاء الله يعني. ما شاء الله. شفت الرياكشن بتاع موسيماني بعد الجون الثاني؟ طبعا لما قعد يعمل كده الحركه بتاعت زيدان. طبعا فعلا ايه ده، ايه الجمال ده وايه المتعه ديت. لا يعني وليد حاجه طبعا محترمه. طبعا محترمه جدا. الروح دي عايزينها ان شاء الله في كاس العالم للانديه. واللي اعرفه عن الاهلي ان هو يعني فريق بيصر على الفوز ولحد اخر لحظه بيلعب، وروح الفانيلا الحضره دي الحقيقه اللي حضرتك اتكلمت يعني فيه عن وليد، يعني بنتمنى ان هو ما يمثلش الاداء الشرفي ولا المشرف اللي احنا يعني الناس معظم عماله بتتكلم فيه. لا تأدي بالروح ديت وباللعب والحماس بتاع وليد ده علشان فعلا نحقق نتيجة هناك يا كابتن. بالظبط. الشهر الجاي خلاص. أنا ما خلاص احنا إن شاء الله بنقرب. أنا بقول إن الراجل بيجهز الناس عشان يعملوا فعلا يعملوا أداء
عالي، وكمان ما يلعبش في ان نعمل اداء مشرف ومش عارف الكلام ده كله. انا اعتقد ان تيم النادي الاهلي يمكن في مباراتين ورا بعض يا سهام الشوط الثاني حاجه مختلفه خالص. بس انا برضو في حاجه، انت لما تروح مسابقه كبيره زي كاس العالم للانديه لازم من اول دقيقه في المباراه لاخر دقيقه يبقى ليك تواجد قوي. صح. يعني ما ينفعش ان انا مثلا اكون بلعب مباراه في كاس عالم الانديه وافرط في 45 دقيقه. انا ما تضمنيش بقى ال 45 دقيقه اللي انت هتفرطوا فيهم يا هاني هيحصل فيهم ايه؟ ممكن بقى لعيبه هناك متمكنه ولعيبه كبيره ولعيبه ليها اسمائهم ولعيبه ليها تقلهم ممكن يسجلوا في خلال الفتره اللي انت بتدي فرصه فيها. يعني يمكن مباراه الانتاج الحربي الشوط الاولاني ومباراه امبارح الحقيقه برضو في الشوط الاولاني الحقيقه لا، يعني احنا بنفرط في 45 دقيقه وبعدين 45 دقيقه هاني من غير ضغط. النادي الاهلي مفروض ان اكتر حاجه بتميزه ان هو بعد ما بيفقد الكوره بيستخلص الكوره في خير، مفيش ثواني، يعني 4 ثواني 5 ثواني كان بالكتير 6 ثواني كان بيجيب الكوره بيستخلص الكوره. الحته دي للاسف الشديد يمكن مباراه الاتحاد السكندري المباراه كامله 90 دقيقه كان بينفس الضغط ده، مباراه سيراميكا الشوط الثاني كان بنفس الضغط كده الضغط ده، عشان كده انت عملت تفوق. صح. على سيراميكا وعملت تفوق امبارح الحقيقه في مباراه الانتاج الحربي نفس الحكايه نفس برضك التفوق اللي اتعمل. فبرضو احنا مطلوب من لاعبتنا ومطلوب من جهازنا الفني كمان مطلوب من موسيماني الحقيقه يركز على الحته دي ويدقق فيها جامد جدا ويشد فيها جامد جدا. انا ما ينفعش افرط في 45 دقيقه انا بره الجيم ومدي مساحات للفرقه الثانيه، ومهما كان قوه او ضعف المنافس بتاعك وانت بتدي له مساحات اللي موجوده دي كلها المستويات قريبه كابتن. ممكن جدا في خلال الشوط لا قدر الله ممكن يجيب فيه جون يصعب الامور عليك بشكل كبير. بالظبط. فهو الوجه او الوجه الجميل للنادي الاهلي في الشوط الثاني خلال الماتشين اللي فاتوا نتمنى انه يظهر من بدايه المباراه من اول دقيقه. يعني انا ما فيش حاجه اسمها ان انا مباراه افرط في 45 دقيقه او اتراخى في 45 دقيقه او ما اخدش الامور بجديه في 45 دقيقه. 45 دقيقه طب افرض انا جاي فيها جول، افرض جاي فيها جولين، طب ما الماتش اتصعب. مهما انا بقى هكون بدنيا عالي في الشوط الثاني ما تضمنش. مظبوط. لا انا مفروض ان انا النادي الاهلي الحقيقه يعني بدليل ان انت قدرت مثلا تعملوا مباراه الاتحاد 90 دقيقه ولا 95 دقيقه كمان بالوقت الضايع في قمه، يعني وصلنا للمتعه. مباراه الاتحاد السكندري احنا استمتعنا بكره النادي الاهلي واستمتعنا بيها ليه؟ لان كوره بانتشار بكره سهله باهداف وكمان جايب 4 تجوال ومضيع فرص كتير فرص كتير جدا، وفي نفس الوقت انت مستحوذ على المباراه من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه، وهو ده اللي احنا المفروض يبقى تيم النادي الاهلي عليه ما ينفرطش في اجزاء في المباراه. مش بس في كاس العالم للانديه حضرتك تقصد كابتن؟ لا طبعا مش بس في كاس العالم لا طبعا طبعا يعني احنا المفروض مبارياتنا بنحسمها من الشوط الاولاني، يعني ما نستناش للشوط الثاني كمان. لا احنا لو بدانا بالجديه بتاعت الشوط الثاني لا نقدر نسجل في الشوط الاولاني ونقدر نسجل بشكل كويس قوي. لان احنا برضك يعني بنمتلك تيم كوره قوي جدا جدا، يعني تيم كوره فيه مثلا 5 6 مهاجمين ولا 5 مهاجمين على مستوى عالي جدا، المهاجمين كلهم سوبر الحقيقه بواليه الحقيقه. يمكن انا يعني بختلف مع ناس، في ناس قلقت ولا مش عارف، لا ده بوالي عنده حاجات يعني اعتقد ان هو خلال الفتره اللي جايه دي هاني هيبقى من افضل المهاجمين اللي في الدوري المصري. قيمت كده بسبب ايه؟ رؤيه فنيه طبعا. طبعا طبعا عنده السرعه عنده القوه بيتعامل مع الكرات العرضيه العاليه بقوه، وبيعرف يعمل مثلا بيطلع مثلا رغم بجامب عالي جدا جدا وبيسدد الحقيقه الكرات العرضيه بشكل قوي جدا جدا. يمكن هو بس حته التجانس شويه، وهو الراجل بيحاول يدخله بيديله كتير. هو بيديله كتير ورغم ان هو مثلا مش موفق على الجول وبيضيع مثلا 3 4 فرص في خلال المباراتين، وفرص هو كان بيجيبهم في الجونه بمنتهى السهوله، لكن هو الراجل بيديله عشان يضمن ان هو دخل يخش معاه في التجانس مع الفرقه واللعيبه بتاعت وسط الملعب واللعيبه اللي هي الاطراف بتاعتنا. علي معلول اللي هو افضل صانع لعب في الكره المصريه في الدوري المصري طبعا في افريقيا كمان، يعني تخيل انت بتتكلمي على باك ليفت افضل صانع لعب، ده حاجه ده علي معلول ده برضك نجم نجوم وحاجه ممتع يا هاني. ده حقيقة يعني ده
اولا بسم الله ما شاء الله، يعني انت ما بتشوفش علي معلول مثلا في 5 دقايق في المباراه مستواه بينزل، على طول هو مركز. يعني على طول الكره مش معاه مركز، الكره عنده مركز، عارف محضر هيعمل ايه. يعني من اللعيبه القليله اللي في مصر محضر مثلا انت عارف ايه 3 4 تمريرات مثلا، يعني بلعب لهاني بترجع لي، بحط الكهرباء بترجع لي، بحط مثلا لبواليا. اللعيب الوحيد اللي في مصر لا علي معلول هايل ما شاء الله. طبعا هايل سوبر سوبر يعني سوبر. طبعا من النقطه دي يا كابتن عايز مع حضرتك كمان ناكد ان لازم تجهيز بديل. احنا بنتكلم بكل امانه طبعًا. يعني لازم يكون موجود. حتى هو قالها يعني موسيماني قال ان هو بدون علي معلول ما يكون موجود في الملعب بيكون فيه خلل شويه. لا فبالتالي ان شاء الله محمود وحيد يرجع ويعني يخش بشكل، وانا في اعتقادي اول ما يرجع اكيد برضه هيديله جزء من المباريات عشان يدخله المباريات. فدي جزئيه برضه لازم تبقى زي ما احنا كده الباك اليمين اطمنا عليه، كمان الباك الشمال لازم نطمن عليه. يعني اكيد اكيد، لان لو انت اي مباراه يا هاني او اي مباراه الحقيقه هتفتقد فيها علي معلول بتأثر. لا الريتم هيتاثر بشكل كبير جدا، فاحنا برضك لازم البديل يبقى قريب من علي. انا مش هقول لك ان هو يبقى زي علي لان مفيش حد هيبقى زي علي، صعب جدا بصراحه. اي باك ليفت في مصر حتى لو انت هتجيب من اي حته لا صعب جدا ان حد يقرب من مستوى علي، بس يبقى في مستوى علي. لكن المهم ان البديل يبقى موجود وليه تواجد جاهز، ويبقى مثلا الفرق ما يبقاش بعيد قوي. لان لو الفرق هيبقى بعيد قوي في ادائه هيأثر في اداء او في ريتم النادي الاهلي كمان. ده حقيقي. المباراه اللي جايه حضرتك شايفها قدام البنك الاهلي ازاي؟ احنا اتفقنا دلوقتي يا سيام الحقيقه نفس التشكيل؟ طبعا. هو الراجل انا في رايي ان هو هيحاول ان هو يدي البواليا تاني عشان يظبط له حته التجانس، يظبط له، لان برضك لغايه دلوقتي يمكن اللعيبه في وسط الملعب ما هو نفسه حتى تحركه لازم يبقى فيه ربط. لو بواليا عرف يربط مع وسط الملعب هاني مع الناس اللي بتيجي من تحت، اعتقد احنا عندنا وسط ملعب لو بتتكلمي مثلا على كهربا، بتتكلمي على وليد، بتتكلمي حسين الشحات، لعيبه كلهم صناع لعب مع طبعا النجم الكبير طبعا محمد، اذا كان محمد شريف ممكن يلعب على الجناح وعلي معلول من تحت. المهم بقى ان ازاي يربطوا مع بواليا، وازاي بواليا يبقى انا عارف ان انا هتتحط لي الكره فين، وبعد تمريرتين مثلا هتحرك فين. الحاجات دي كلها لو اتوجدت الحقيقه التجانس ده زاد عند بواليا، لا هيبقى مهاجم سوبر طبعا، يحرز هدف الماتش اللي جاي. بالظبط ممكن يعني هو ده كمان يعني ده كمان بيجي من خلال التدريب، يعني جزء طبعًا. التدريب مهم جدا طبعًا. لكن الجزء الاصعب في تطبيق التدريبات هي المباراه، لان المباراه القرارات بتبقى اسرع شويه. بالزبط. ما بيكونش في حضرتك ممكن كمدير فني توقف شويه وتقول لا اتحرك كده. فاعتقد ان حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا، كمان الربط مع قفشه شفنا في بعض المباريات الربط طبعًا. مع حسين شويه اللي هو حسين بيحاول طبعًا. يعمل دبل باس فهو بيروح في منطقه مختلفه، فكل دوت بيتصلح يعني كل ده جاي. احنا كمان هاني الحقيقه بنتكلم على كل مفاتيح اللعبه دي، وكمان ايه قفشه طبعا. قفشه حاجه برضك لعيب، يعني يمكن النهارده دلوقتي لما بتيجي تقول مثلا مين يلعب منتخب مصر صانع لعب قفشه طبعا. خلاص طبعًا. يعني طبعا بتفوق كمان الحقيقه، تفوق في ان ازاي بيعرف يربط في التلت الهجومي. لاحظنا ده يا كابتن في ماتش سيراميكا بالظبط، فرق كبير الاولاني والتاني، فرق كبير. يعني هو خلي بالك النقله اللي اتعملت في الشوط الثاني كان قفشه وكهربا، ده حقيقي. بس قفشه كان ليه دور كبير جدا جدا جدا، لان قفشه من اللعيبه اللي بيعرف يربط لك الفرقه. انت عاوز تبطئ الريتم، عاوز تسرع الريتم، عاوز تحط مثلا كرات بينيه طويله، عاوز تحط توصل حد للجول، بيعرف يعمل الحاجات دي كلها. هو كمان بيعرف يخترق بالكوره، يدخل نفسه في تسديد. فلا تيم النادي الاهلي تيم قوي جدا جدا. تفتكر حضرتك دي النقطه المحوريه اللي من خلالها اتاكد موسيماني ان ثلاثه ديفندر في وسط الملعب؟ لان حضرتك تفتكر مباراه سيراميكا كان بيلعب ثلاثة واكرم وحمدي فتحي. تفتكر هي بقى خلاص دي النقطه اللي ممكن كان عايز يشوفها لو عايز امن نص الملعب بثلاثه؟ تفتكر دي خلاص دي اثبتت لموسيماني ان الموضوع ده مش ما ينفعش؟ يعني حتى اقول لك حاجه هاني، يعني انا في رايي بعد اداء النادي الاهلي في الشوط الثاني
بالشكل اللي هو لعب بيه او بالتوليفه اللي لعب بيها، ما اعتقدش ان موسيماني هيرجع ل 4 3 3 دي خالص. ما اعتقدش، لان انت اولا النادي الاهلي بيلعب بال 4 2 3 1 دي بقاله فتره كبيره جدا واللعيبه حفظت. صحيح. وبعدين انا النهارده ما ينفعش تيم النادي الاهلي التيم الكبير دوت ما يبقاش موجود صانع لعب 10 ما يوجود 10 من غير 10 انت تقل كتير قوي. بالزبط. وتتساوى مع الفرق الثانيه. ده صحيح. يعني انت بتعمل التفوق بتاعك ب 10 واللي هو بيعرف يربط لك في التلت الهجومي بالشكل دوت، انت تشوف عدد الفرص، عدد الفرص يا سهام وعدد الفرص يعني اللي بتيجي للنادي الاهلي فرص كتير قوي. يعني ده الشوط الثاني الماتش اللي فات ده انت ممكن ايه؟ ممكن تجيب لك مثلا 8 10 جوال. صحيح. يعني جوال كتيره جدا بتضيع، جوال سهله بتضيع. المنافسه في النص بقى، في خط النص، واحنا بنتكلم كمان طب مع أنا عمرو السليم. معلش معلش يا سلام، انا هقول لك حاجه بس لازم كمان نشيد بمختار. مختار عمل شوط اولاني طبعا هايل. مختار طبعا طبعا قدير. مدرب كبير ومدرب قدير ومدرب عنده خبرات. يمكن الحقيقه تعبنا في الشوط الاولاني ده حقيقي. يعني طبيعي. كان عنده فرص وكان عنده استحواذ والحقيقه كان عنده انتشار بشكل هايل، فبرضك لازم نشيد بيه. وبنقول انه اي فريق النهارده بيلعب قدام الاهلي لازم بيكون عامل حساب الفرقه اللي قدامه، خاصه لما يكون فريق زي النادي الاهلي، فبيلعب بقى بكل يعني امكانياته زي ما بنقول يعني. فما بالك بقى كابتن مختار كمان طبعاً يعني طبعاً. مخضرم ده طبعا. عمرو السوليه في خط الوسط، واحنا خط النص، واحنا بنتكلم بقى على منافسه قويه جدا ما بينه، وراجع ان شاء الله من عوده الاصابه بالكورونا ديانج مع حمدي فتحي، بتتكلم على شكل المنافسه بقى في المركز ده ازاي؟ طبعا يعني انت اي مدير فني في اي فرقه في العالم يتمنى ان طبعا يكون عنده في كل مركز 3 4 لعيبه بينافسوا بعض طبعا، لان لما بيكون عندك لعيب واحد هو اللي متفوق عامل تفوق والباقي بعيد، ممكن المستوى اللي هو اللي عامل تفوق دوت والمستوى العالي ده ينزل، يبقى مفيش جديه ضامن ان انا هلعب يا هاني. لا، لما بيكون في السوليه وفي اليو ديانج وفي وحمدي وفي اكرم دلوقتي واكرم كمان أكرم. ممكن تستخدميه في الديفندر وممكن تستخدميه في الباك رايت، لكن احنا بنتفق انا وهاني ان احنا يعني لازم بنلعب اتنين ديفندر وثلاثه قدامهم وراس الحربه. ايه الفروقات يعني اللي بين الثلاثه او الاربعه دلوقتي؟ يعني بص انا اقول لك حاجه، هو اليو ديانج الحقيقه يعني تحس ان بقى لعيب مكتمل. يعني اولا هو اللي بيستخلص وبيستخلص بشكل يعني ما شاء الله يعني قوي جدا جدا جدا. انت حتى لو اقول لك حاجه بس يعني احنا لسه بنتكلم فيها ما تنفع، انا ممكن العب باليو ديانج ده لوحده في وسط الملعب ديفندر 4-1 4-1 وهتلاقيه عامل مغطي عرض الملعب كله، وهنا بيروح يحط رجليه يجيبها وهنا يحط رجليه يجيبها، فانا بعتبره بقى لعيب ديفندر مكتمل يا هاني. انا اتفق معاك يا كابتن طبعا. لا واقول لك حاجه، ويعني في فرق ما بينه وبين اي حد، الفرق كبير. خليني اقول للكابتن كمان طبعا بتفق معاك تماما، اليو ديانج يمكن من افضل الصفقات اللي جابها النادي الاهلي يمكن خلال ال 10 سنين اللي طبعاً فاتت طبعاً. لكن كمان عندنا تشكيله حلوه في وسط الملعب، يعني عندنا حمدي فتحي قوه بدنيه طبعاً كمان طبعاً كويسه قوي في قطع الكوره، عندنا طبعاً اكرم كذلك، عمرو السوليه يختلف شويه يمكن عن اكرم انه بيزيد 8 اكتر شويه، فالتنوع في الاربعه اللي عندك كنت طبعاً مدير فني كبير طبعاً بتديك بقى اريحيه تشتغل مع اي اثنين فيهم. وجود يعني حمدي او في وجود اليو ديانج بيدوا فرصه لسوليه وهو موجود، لو موجود قدام مثلا حمدي او موجود جنب اليو ديانج بيلعب بيدوا فرصه لسوليه ان هو يعمل مسانده هجوميه ويروح يخش ال 18، والسوليه عنده التسديد مميز جدا فيه بيقرب من ال 18. فهي طبعا وانت بتحط الاثنين وبتبقى على حسب انت عاوز ايه من المباراه. صحيح. يعني مظبوط. يعني انت في مباراه مثلا تبقى عاوز ايه؟ عاوز لا انا عاوز اقفل وسط الملعب دفاعيا ما يبقاش فيه حاجه، وفي مباراه ثانيه لا ده انا هلعب بديانج وهلعب بسوليه ان هو يعمل لي مسانده. واحد وطير الثاني. واحد وهيعمل لي المسانده الهجوميه وهيخش ال 18 وحتى بيخش ال 18 كمان في الكرات العرضيه. مظبوط. وده تميز عند السوليه الحقيقه. صحيح. فطبعا عوده السوليه مع الثلاثي اللي موجود الحقيقه، اذا كان ديانج او اذا كان حمدي او اذا كان اكرم، اعتقد ده خط وسط مدافعين يعني سوبر. طب اتكلمنا على خط الهجوم، خط الوسط كمان ما ننساش دور بدر بنون الاخير في خط الدفاع. يا عيني
يا عيني. ايه رايك في رمضان هيغني؟ والله يا عيني. يعني لعيب ممتع ممتع. يعني انا اقول لك حاجه، انا في رايي ان بدر بنون يا هاني ادى ثقه لخط دفاع النادي الاهلي. ايوه ثقه. يعني اقول لك حاجه، انا في رايي كمان حاجه كمان يا هاني، ان ايمن الفتره اللي جايه دي ان شاء الله باذن الله اعتقد هياخد من بدر بنون وهيبتدي يبقى الكره عنده بتاع، لو ابتدى في ثقه ان هو يطلع الكره ازاي وان هو يعمل زيادات ازاي وإن لا بدر بنون ده دي صفقه انا في جاهز. رايي صفقه صفقه رائعه. طب واحنا بنتكلم على الصفقات برضو ما ننساش طاهر محمد طبعا. بس انا زعلان من طاهر محمد طاهر. ليه؟ لا يعني انا في رايي ان طاهر مش هو ده المستوى اللي كان في المقاولين. طاهر لعيب كبير جدا، يعني من هقول لك حاجه، انا في رايي ان طاهر لو دخل فورمته يا هاني هيغطي مثلا الحته اللي مثلا بتاعت رمضان صبحي ويعمل تفوق كمان. يعني يعمل تفوق كمان تسمح لان فعلا. عنده كل حاجه صح. هي. يعني عنده قوه ما شاء الله، قوه جامده جدا، عنده سرعات جامده جدا، شويت ويعمل اختراقات وبيعرف يصنع لعب. لا انت يا طاهر لازم ثقه، لازم يبقى فيه ثقه في ادائي وفي قوتي وفي سرعتي وبعدين ايه ما تخافش اعمل اختراقاتك والكره تقطع معادي، ما اي لعيب في العالم بتقطع منه الكوره ما فيش مشكله. فطاهر لازم يلعب بثقه اكتر من كده. حضرتك يعني شايف ان طاهر محمد طاهر اكيد صفقه رابحه للنادي الاهلي، هو طبعاً. على مستوى الفني هايل جدا طبعاً. اللي حضرتك شايفه انه لسه متوتر شويه لسه عنده نوع، وخاصه يمكن في اول مباراه يمكن كان في فرصه لو كان جابها كان ممكن طبعا ياخد الثقه شويه سهلة. فرصه سهله فدي خدت من ثقته في نفسه شويه. يعني انا بطلب من طاهر، انا الاول بقيمه ان هو هيبقى من افضل اللعيبه اللي موجودين في مصر تحت راس الحربه، حاجه سوبر 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 يعني. لكن انت عارف يا هاني اللعيب الكوره لما بينزل الملعب ويفكر يقول ايه، طب انا لو لعبت الشوط الاولاني وحش هتغير، طب انا مش عارف لو الكوره اتقطعت مني مش عارف اعمل ايه. لا ده انا لازم خلاص العب لعبك والعب زي ما تلعب في التمرين واغلط وتقطع الكوره واعمل اختراقاتك وشوت وانطلق يا طاهر. صح. لا ده طاهر ده لو انطلق ده انت يعني هيبقى لعيب كبير جدا جدا جدا. هقول لك حاجه، في النادي الاهلي ومنتخب مصر. والانسجام قريته ازاي ما بينه وبين زماله لحد دلوقتي؟ لا يعني هو انا الانسجام موجود بين كل فرقه، لكن انا بتكلم يا سلام في حاجه ان انا بقول لطاهر لا انت عندك امكانيات لسه ما استغلتهاش. يعني لا لسه لا ده لسه ما طلعتش خالص. وعنده امكانيات كبيره وعنده امكانيات يبقى لعيب اوروبي. شوف بقى كمان يعني هاني عنده امكانيات انه يعني يروح يحترف في اوروبا ويحترف، بس بالثقه اللي عنده اللي هو بيبقى نازل الملعب اللي كان بيلعب فيها المقاولين. يعني هو انا لازم يشيل التوتر ويلعب براحتك ويغلط ما تغلط بالظبط، ما تتقطع الكوره ايه المشكله. اخترقته لا لو طاهر رجع الثقه بتاعت المقاولين اللي كان فيها في المقاولين العرب، طاهر هيبقى لسه حاضر. كابتن رمضان لسه حاضر شويه ما نقدرش نقول عليها خوف برضو يعني لا او عدم ثقه او عدم لا هو توتر او يعني لا لغايه دلوقتي انا ما شفتش طاهر اللي انا كنت متوقعه في ادائه في المقاولين العرب. مش عايزين كمان ان هو يفكر ويمكن يعني حد يوصل له الكلام ده لان اللعيب كبير جدا طبعاً. مش عايزين طبعاً. يمكن التوتر والصفقه اللي الناس اتكلمت عليها وصفقه كبيره منتظرة. جدا تحط عليه ضغوط هو بالزبط. يعني نفتكر صلاح محسن بنفس الضجه فتوتر شويه فما قدرش يأدي. فاعتقد كمان ده مهم جدا زي. ان زمايله والمدير الفني وهو نفسه كمان يعرف لا العب بدون ضغوط، انت لعيب كبير لازم بالزبط. يثق في نفسه انه لعيب كبير زي هاني. الصفقه بتاعت حسين الشحات مثلا اول ما جه لما الناس قعدت تتكلم على الصفقه صحيح. الماديه وعاليه ومش عارف ايه وبتاع يعني هزت حسين شويه في بداياته هزته شويه، لكن خلاص هو ابتدى بقى يرجع تاني لمستواه. انا بقول لطاهر بالعكس ده يعني طاهر انا لو بيلعب بالثقه انا في رايي ان كل مباراه هيلعبها هيهدف هيسجل اكيد كل مباراه هيلعبها هيسجل، بس بقول له يا طاهر انطلق ما تقلقش. ف
ثق في امكانياتك يا طارق. امكانياتك عاليه جدا، لعيب اوروبي. نعم لعيب اوروبي. عنده امكانيات بتاع لعيب اوروبي. ده حقيقي. عايزات سؤال؟ لا عايزين طيب. نطلع فاصل. طيب هنطلع فاصل بس هسأل حضرتك وتجاوبني بعد الفاصل. كمان احنا كنا بنتكلم على قفشة ودوره المهم جدا في النادي الاهلي. اعتقد كمان ناصر ماهر ان شاء الله بعد رجوعه من الاصابة والحمد لله يمكن بدأ يتأهل كمان. اعرف وجهة نظرك في ناصر ماهر بس بعد الفاصل. بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. لسه مشرفنا الكابتن القدير المميز جدا كابتن رمضان السيد في البيت الكبير. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن ناصر ماهر وتوقفنا عند ناصر. يعني احنا لو الفترة اللي فاتت الحقيقة كان في قفشة وكنا عندنا قلق مين البديل او مين اللي ممكن يحل مكانه. طبعا ناصر ماهر لعيب مميز جدا جدا جدا، لعيب صانع لعب ولعيب يمكن انا شفت له مثلا نهائي مباراه منتخب برازيل كان افضل لعيب في ال 22 لعيب منتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي مظبوط. كان افضل لعيب في الملعب اولا. حتى ده في حاجات كمان زادت عنده، هو كان عنده الحته الدفاعيه ما بيدوس فيها قوي، ولا ده بينزل يعمل تجلج ويزحلق 3 متر ولا مترين ويجيب الكوره وراجع، ومع منتخب كبير زي منتخب البرازيل. ناصر ماهر لا هيبقى لعيب سوبر برضه. وده من النماذج اللي لسه حضرتك بتتكلم عليها انه هو يمكن ما كانش ليه فرصه في النادي الاهلي. تالقه في سموحه طبعًا. زاد طبعًا. واشتراكه تعرف اللعيب كل اسبوع بيلعب وكل يمكن 3 ايام بيلعب احتكاك قوي وزاد بشكل كبير وتالق كمان في 10 بالذات، لان انت حضرتك عارف ان ناصر طبعًا. سعاد كان بيلعب يعني كطرف شمال لكن وجوده في نص الملعب افضل كتير يعني. طبعا مميز جدا جدا. تعرف يعني حته الاحتكاك احنا في لعيبه في الكره المصريه بدايتها كانت بعيده خالص طيب. بعيده فنيا خالص يعني، ما حدش كان يقول مثلا فنشوا نجوم كبار. صحيح صحيح يعني الاحتكاك وكتر المشاركه والحاجات دي كلها بتزود المستوى بشكل كبير جدا جدا يعني. انا مش عاوز اقول اسماء لكن انا بقول فعلا كده، في لعيبه كانوا في بداياتهم لا يعني فنشوا نجوم كبار وحتى احترفوا ومش عارف ايه وبتاع. طبعا انا عارف انا يعني كان البدايه ما تقول لا ده لكن اللي بيشتغل على نفسه صح. واللي بيعمل احتكاك قوي في تجاربه كلها وفي مبارياته مستوى بيعمل كده. تخيل بقى انت بقى لما يكون عندك لعيب موهوب صحيح ويبقى امكانيات وانت مثلا خرجته بره خد الاحتكاك دوت وخد مباراه قويه جدا وخد مشاركات بقى كتيره وبتاع، راجع لك حاجه. طبعا اكتر حد استفاد من الاعارات اللي تمت في خلال الموسم اللي فات احنا طبعا النادي الاهلي طبعا النادي الاهلي. عايز اتكلم وافتح مع حضرتك طبعا ملف ازمه المدربين اللي بيعود بشكل قوي جدا الموسم ده يعني للاسف. بس الدوري بشكل عام بقى يعني احنا النهارده كم بنتكلم في سابق اسبوع تقريبا على الدوري الممتاز. كابتن رمضان السيد قيم ازاي شكل الدوري لحد دلوقتي؟ طبعا شكل مختلف عن سابقي عن الاربع خمس مواسم اللي فاتوا. كان دايما المسابقه بتبدا يعني بمستوى يعني بيعلى تدريجيا ومش عارف ايه، والفرق حتى تقول لك استنوا عليا المباراه السادسه ولا المباراه السابعه وبعدين احكموا علينا واحكموا على المدربين وبتاع. لا انا من اول دقيقه او اول صفاره في بدايه المسابقه انا حاسس ان الفرق كلها مستعده بشكل قوي جدا، وفي فرق كتيره الحقيقه سددت مراكز ناقصه عندها بشكل مميز جدا وبشكل قوي جدا، بدليل ان مثلا بتتكلمي مثلا على فرق صاعده ما تقوليش ان دي فرق صاعده. هو بنتكلم على البنك والسيراميكا وكلها طبعا يعني بسم الله ما شاء الله زي ما قلت موازنات بتفوق انديه كبيره، عشان كده المسابقه السنه دي هيبقى المنافسه فيها قويه جدا وهتحسم الحقيقه في الاسابيع الاخيره يعني. يمكن انا في رايي ان صعب اي فرقه موجوده حتى النادي الاهلي اللي المفروض كان بيعمل الحته ديت يمكن الموسم اللي فات فرق مثلا 20 بونت ولا فرق مش عارف 30 بونت. لا الموضوع ده مش هيحصل تاني. المستويات بقت منافسه قويه جدا، منافسه قويه والمستويات بقت قريبه قوي من بعض، فعشان كده
وارد اي فرقه تعطل الثانيه. مش ما فيش حاجه اسمها تقولي مثلا نادي الزمالك بيلعب مش عارف البنك ولا نادي السيراميكا ولا نادي مش عارف المحله ده ممكن يكسب وده لا، ما فيش حاجه اكيده ان انا اسم كبير هكسب الا بتعبي في الملعب الا بتركيزي في الملعب الا ان انا اعمل تفوق فني زي ما النادي الاهلي الحقيقه في خلال الفتره اللي فاتت في فترات لا تحس ان هو في فرق جامد جدا ما بينه وبين اي حد، بدليل ان انت يعني بتوصل مثلا للجول مثلا 20 مره وبتضيع منهم فرص اكيده تروح مثلا 12 مره ولا حاجه، يعني في مباراه النادي الاهلي كان ممكن يعملها سكور جامد سكور جامد جامد يعني هي ده هو ده هو ده اللي لكن المنافسه طبعا الحقيقه المنافسه في الموسم ده قويه جدا، وفي فرق زي ما قلنا الزمالك السنه دي ماشي كويس، يمكن اول مره برضك الزمالك يمكن من فتره كبيره جدا يعمل بدايه 7 ماتشات يعمل فيهم 16 بونت صحيح. فاعتقد ده قوه كبيره جدا للمنافسه. المربع الذهبي قد يحمل مفاجات يعني يمكن، واحنا بنتكلم على اشتعال طبعا المنافسه وتدعيمات صفوف جميع الفرق تقريبا من اول لحظه في الموسم ده. هو يمكن هنستثنى اهلي وزمالك طيب، وممكن يخش بقى اي حد تاني، لكن احنا مثلا ممكن نتكلم مثلا على بيراميدز الحقيقه، وانا كان ليا تصريح حتى يمكن هنا في قناه الاهلي قلت هي العمليه مش مليارات بس، يعني هي مش انت معاك مليارات مش فلوس هتقدر يعني. لا الفلوس مهمه لكن مش مش هي دي بس طبعا مش هي دي بس يعني انت بتتكلمي مثلا على الكيان وبتتكلمي على جماهيريه والشعبيه وبتتكلمي على ده، حتى الفرق اللي هي شعبيه حتى اللي ما عندهاش امكانيات بتلاقيها في الملعب غير يعني انا انت بتتكلمي مثلا النموذج للحته دي بالذات الحته الماديه العاليه قوي 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 بيراميدز، احنا النهارده في عنده 4 تعادلات او حاجه كده المركز السابع مركز السابع وبعيد، يعني الطبيعي بقى بالامكانيات اللي هي موجوده دي برضو يمكن عندهم مشكله انا في رايي ان هم بيجيبوا مديرين فنيين للاسف الشديد مش عارفين امكانيات اللعيبه اللي موجوده ولا حتى توظيفهم. الماتش المباراه اللي فاتت موظف عبد الله السعيد ناحيه اليمين صحيح. وموظف رمضان صبحي مش عارف جوه وموظف مش عارف مين، لا طبعا العمليه هتبقى صعبه عليهم لو مشوا بالشكل دوت الحقيقه. طيب كابتن بنتكلم في عمليه يمكن السنه اللي فاتت كانت عمليه وظاهره صعبه جدا، ظاهره سلبيه تغيير المدربين، لكن السنه دي مع بدايات الدوري كمان عندنا تغيير في المدربين على مستوى الاسماعيلي، طلاع الجيش، بنتكلم على اخيرا كمان اسوان ب يعني استقاله الشيشيني سامي الشيشيني. فعايز ابدا حضرتك مع الاسماعيلي، والاسماعيلي كان عنده فرصه كبيره جدا من خلال البطوله العربيه انه ممكن كمان يجدد يعمل طفره بالنسبه حتى لجماهيره. اولا شايف ملف المدربين اللي تم اقالتهم في فتره صغيره ازاي، وعايز اتكلم كمان على رؤيتك لنادي الاسماعيلي المشكله فين بالظبط. طيب هتكلم الاول على نادي الاسماعيلي، المشكله في نادي الاسماعيلي الحقيقه للاسف الشديد، وانا بقول للاسف الشديد يعني الاداره بتتعامل مع ملف الكوره والنادي وبتاع، انا في رايي يعني بتعالي شويه، لا انا المفروض اجيب الناس الخبرات اللي عندهم يعني نجوم كبار جدا طبعًا. يعني فيهم مثلا الكابتن علي ابو جريشه فيهم لعيبه كبيره جدا موجوده ويعملوا تكوين فرقه. انت النهارده انا هقول لك حاجه هاني، انا شفت مباراه الاسماعيلي مع الترجي في المباراه اللي فاتت اللي غلبوا 3 انا في رايي في لعيب الكوره ما تقربش حتى من سور نادي الاسماعيلي ما ينفعش، في لعيبه جوه ال11 لعيبه بعيده خالص فنيا مين اللي جاب اللعيبه دي؟ يعني انت بتجيب مثلا واحد مثلا يكون وكيل وثقة مثلا رئيس النادي فيه ولا ثقة مش عارف ايه فيه هو اللي يجيب لك اللعيبه؟ يجيب لك اللعيبه بتاع ايه؟ طب ما تغيير المدربين ليه اثر طبعا تغيير يعني انت نادي الاسماعيلي مغير 11 مدرب في خلال فتره سنتين ولا حاجه 11 مدرب يعني. طب انت النهارده جبت ريكاردو، طب ما انت جايبه وهو كان عندك صحيح. طب انت جايبه تاني طب انت جبته ليه؟ طب ما هو انت التجربه اللي جه معاك فيها كانت فيها فشل ومشي
مشيته انت، طب انت جايبه ويعمل لك تكوين فرقه. وانت يعني انا هقول لك حاجه، مباراه الترجي، مباراه البطوله العربيه دي، لو الاسماعيلي كان كسب وكان راح للنهائي خد بطوله، دي كانت هتعمل له مثلا يعني نقله مثلا ال 10 سنين جايين. مباراه الرجاء كانت عملت له نقله على مستوى المادي وعلى المستوى المعنوي. طبعاً يعني طبعاً احنا كلنا بنحب نادي الاسماعيلي طبعا، وعشان كده صعب يعني الواحد بيتكلم من منطلق حبه لنادي الاسماعيلي. طبعا يعني طبعا يعني حضرتك شايف ان مشكله الاسماعيلي الحاليه في متمثله في مجلس ادارته؟ اكيد اكيد، بدون يعني ما حد يزعل يعني، اكيد اكيد في مجلس اداره. طبعا طبعا يعني انا بقول لك يعني النهارده النادي الاسماعيلي هو ما بيصعبش على الناس دي اذا كان بيصعب علينا احنا. يعني الواحد بيحب الكره، كره الاسماعيلي ده حقيقي، الواحد كان بيستمتع بكره الاسماعيلي، نادي الاسماعيلي. طب يا جماعه في ايه يعني انتوا هل مثلا الفرقه دي انتوا بيهون عليكم ان انتوا تشوفوا فرقه الاسماعيلي زي مباراه الرجاء كده ادائهم الفني ده بعيد خالص خالص. ده الراجل في الجون الاولاني بيعمل ضرب الجزاء، ضرب الجزاء يعني صعبه، ده يعني صعبه جدا يعني. يا جماعه ده ايه ده يا جماعه، يعني صعبه، مفيش اي فكر ده يعني، اي فكر يهاني ان انا اعمل ضربه جزاء بالسذاجه دي. ويمكن دي كانت نقطه تحول طبعا يعني طبعاً. انت كنت ماشي 0-0 وكل ما الامور بتمشي هو بيتوتر، هو هيتوتر وانت هتزداد ثقه في الملعب. طب الكره دي ضيعت الجيم. ففي لعيبه في نادي الاسماعيلي حاليا، واقول لك حاجه يعني، وعدد مش مثلا هقول لك 2 لعيبه 3 لعيبه، لا للاسف الشديد الفرقه متكونه بشكل بعيد خالص. وده ان شاء الله نتمنى. طب وده اللي خلينا نروح للكونفدراليه كمان وخروج المقاولين من الكونفدراليه، نتكلم بقى يعني بنتكلم عن ايه، حسابات مختلفه في الدوري؟ لا هو انا بقول ان مباراه الحقيقه اللي خسرها نادي المقاولين العرب، اعتقد ان هم كان عندهم ظروف صعبه جدا. مدير فني عماد النحاس كان كورونا، وحتى المساعد بتاعه كان كورونا، وفي لعيبه كانت بعيده، ورغم ذلك هم ادوا اداء كويس، لعبوا احسن يعني، احسن ما لعبوا هنا بصراحه. طبعا يعني هم هنا كانوا يتغلبوا 2-3 نادي المقاولين، هناك عملوا جيم قوي جدا وجيم كويس قوي. والحقيقه يمكن انا في رايي ان هم كمان تحكيميا اتظلموا مثلا في كوره، رغم ان هي في كوره كان داخل ال 18 ضربه جزاء والحكم حسبها بره، لكن الكره الثانيه ما كانش فيها ضربه جزاء واتحسبت ضربه جزاء وخرجوا بيها يعني. لكن هم ادائهم كان كويس، وادائهم طوال المباراه الحقيقه كان اداء قوي جدا، وكان ممكن يكسبوا الحقيقه. طبعا الوارد ان انت مثلا في 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 مباراه تخسريها عدم توفيق يعني، لكن انا في رايي ان حتى عماد النحاس وهو في القاهره وهو بيديرها مع المساعدين بتوع ادارها بشكل كويس قوي، وعملوا جيم كويس قوي. عماد النحاس كان الموسم اللي فات من المدربين المميزين جدا الحقيقه في المسابقه، مسابقه الدوري، فخلاص ماتش وخلص، ويفكروا في الدوري بقى، ماتشات الدوري. في ترتيب الجدول الدوري يا كابتن بداياته، عندك مفاجآت يعني قبل بدايه الدوري او مع بدايه الدوري قلت لا، ولما تبص دلوقتي للجدول الدوري تقول الفرقه دي لا مفاجاه انها في المركز ده، عندك ملاحظات على ترتيب الجدول رغم لسه الدوري بدري، لكن لغايه الاسبوع السابع ملاحظاتك على ترتيب الجدول نفسه؟ يعني انا هقول لك حاجه، يعني فرقه مثلا سيراميكا احنا الناس كلها بتشيد بيها وبتشيد بادائها وكده، لكن انا في رايي برضك ان فرقه سيراميكا عاملين حاجه المفروض يا هاني ان هي كانت تدخلهم جوه المنافسه بشكل قوي وجوه تجميع اللبنات بشكل قوي، اللي هي ايه؟ ان هم جابوا مجموعه تدعمات من نادي المقصه، جابوا 5-6 لعيبه من نادي واحد، فده حتى يسهل لك التجانس يعني، حتى مزبوط انت صح. يعني يسهل لك التجانس، ما تاخدش ما ياخدش وقت بسرعه جدا. لسه انا بقول يعني الفرقه دي جايه، بس جايه بقى مفروض ان انا استغل الحقيقه اللعيبه الكبيره جدا، لعيبه اسماء كبيره جدا ولعيبه عندها خبرات في الدوري الممتاز، ممكن يعملوا نتائج طبعا هايله ونتائج ايجابيه بشكل احسن من كده كمان. احسن من كده. وجود الجونه في المركز الثالث دلوقتي طبعا الجونه مفاجاه بقى. الجونه هم المفاجاه، انت عارف ايه؟ بلا امكانيات ماديه او بامكانيات يعني بعيده محدوده. مش زي سيراميكا، مش زي بنك اهلي، مش زي فرق، مش زي طبعا بيراميدز اللي هو عامل تفوق مادي على كل انديه مصر حتى. الجونه الحقيقه لا يعني رضا شحاته اشاده يعني بيه طبعا، وبحقيقه بادارته ل 90 دقيقه
وانت بتتفرج على مباراه الجونه في اداره ل 90 دقيقه صحيح. تحس ان في مدرب بيحرك اللعيبه، مدرب بيوظف اللعيبه، موظفهم بشكل كويس قوي، بيتحركوا في الثلث الوسطاني، بيتحركوا في الثلث الهجومي، بيتحركوا في الثلث الدفاعي بشكل منظم جدا وبشكل فعلا في جماعيه. صحيح، يعني في جماعيه. ومهم جدا ان النهارده رابع مباراه، اعتقد رابع مباراه على التوالي كلين شيت بالنسبه لفريق الجونه. طبعا طبعا شيء هايل انه بيلعب اربع مباريات على التوالي من غير ما يخش فيه هدف. بالظبط. وهنا لازم تروحي للاداء الجماعي الدفاعي، مش الاداء، مش بس هتقول الحارس المرمى، هتقول الاربعه المدافعين، لا، هم بيدافعوا كمجموعه وبيدافعوا بجماعيه هايله. صحيح. ومتحفظين، يعني ازاي بيضغطوا في الجناب، وازاي بيقفلوا وسط الملعب، وازاي الجنب الثاني بيعمل الميل. صحيح. مفيش مساحات عندهم تضربهم. بالزبط. الحقيقه يعني من ضمن الفرق اللي انا الحقيقه يعني معجب جدا بأدائه. ده حقيقي، ده حقيقي. سريعا جدا، ازمه تغيير المدربين يا كابتن، اللي يعني للاسف يعني جايبينها معانا من الموسم اللي فات وبنعاني منها في الموسم ده. سريعا جدا علقت طيب عليها ازاي؟ هو سريعا جدا. انا النهارده كاداره نادي ابقى بجيب مدير فني، تمام، ابقى انا عارف عامل له دراسه واشوف السي بتاعه ايه وعمل ايه ونجح فين وما نجحش فين وفشل فين، وبعدين خلاص يبقى في استقرار على المدير الفني ده. لكن احنا بنروح نجيب مديرين فنيين من اوروبا مثلا، ما نعرفش حاجه عنهم، وبييجوا هنا يالفوا. يعني انا بقول لك مثلا، هو في حد يحط عبد الله سعيد ناحيه اليمين جناح يمين؟ عبد الله سعيد 10، ولو اتحرك من 10 ده انت بتفقديه مثلا ميزه كبيره جدا الحقيقه. لكن حته تغيير المدربين دي مش هتتغير ومش هتتصلح، هي يعني هتبقى موجود على طول. خلي بالك، رغم يمكن اتحاد الكره حط قرار حتى مش هيقل منها شويه. حتى يعني انت النهارده بتيجي مثلا فرق انديه شعبيه وانديه فيه جماهير وفي ضغط وبتاع، اول ما بيبقى فيه نتائج سلبيه في ماتشين ثلاثه بيضغطوا ويتغير المدرب. يا نتمنى ان شاء الله كابتن الدوري يستمر بهذه القوه، لانه في اولا واخيرا امتاع وكمان فايده على منتخبنا طبعا. أكيد ان شاء الله عنده تصفيات افريقيا وكاس عالم. واكيد الكابتن حسام البدري سعيد بهذا طبعا، يعني اكتر واحد أكتر واحد مبسوط بهذا طبعا. يعني المنافسه قويه جدا، وهتبرز له وهتطلع له لعيبه على مستوى عالي جدا، وهو حتى في لعيبه خلاص طلعت على مستوى عالي جدا. صحيح. فحتى اختياره للعيبه في منتخب مصر هيبقى سهل وهيبقى منتخب قوي ان شاء الله. شرفتنا يا كابتن رمضان، ربنا يخليك يا سيدي، ربنا يخليك، ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. شكرا جزيلا. بعد الفاصل كلام كثير جدا عن بطوله كاس العالم لليد المقامه حاليا في مصر من 13 ل 31 يناير 2021.